عسكري نريد أن نستعرضها على الهواء. معنا الأستاذ فيصل العتيبي ونسعد بعرض تجربته مع ابنه وليد. السلام عليكم أخونا فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور بسام الله يسعد مساك بكل خير، وشكرا لأن يعني قبلت دعوة البرنامج بعرض تجربتك. أولا طمنا عن وليد وكيف السكري معه. الحمد لله وليد الآن في الصف الثاني ثانوي، ما شاء الله، شاب رياضي يمارس رياضة الملاكمة ما شاء الله، وتدرب يوميا والحمد لله أموره طيبة. تم تشخيص وليد الحمد لله على قضائه وقدره في عام 2011، وقتها كان عمر الابن وليد 3 سنوات. تم تشخيصه من قبل الدكتور بسام بن عباس في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتم ادخاله على المستشفى وإدارة حالته من قبل الدكتور بسام والفريق الطبي. ومن بعدها إلى اليوم والابن وليد ينعم ولله الحمد بمتابعة الدكتور الإنسان الخلوق دكتور بسام بن عباس، الذي لا يألو جهدا في خدمة مصابي السكري من اجتهاده في العيادة والأدوار التي يقوم بها خارج العيادة. الله يجزاك خير وإياه بكل خير. أستاذ فيصل، وليد تقول ما شاء الله يلعب ملاكمة، ما منعه السكري لأنه يعني يمارس نشاط رياضي أو شيء زي كذا؟ أبدا، بعد استشارة الدكتور بسام وبعد مراقبة السكر وبعد التزامه بالحمية وبعد التزامه بأخذ الجرعات المناسبة يمارس حياته بكل الحمد لله. الحمد لله. لا شك أن دوركم كأسرة مهم يعني حقيقة فيما يتعلق متابعة يعني وليد والسكري لديه. ربما يستمع إليك أيضا آباء وأولياء أمور لأطفال مصابين بالسكري، فكيف تجد أهمية الدور الوالدين لطفل مصاب بالسكري؟ هي مجموعة عوامل لابد من تكاملها، إدراك الوالدين بحالة ابنهم، الاستشارة الطبية من الفريق الطبي الصحيح، وكذلك الإدارة المنزلية. يعني لا أغفل جهود والدة وليد من اليوم الأول إصابته، بحيث أنها كانت موليته جل اهتمامها من مراقبة السكر أثناء النهار وأثناء الليل وقياس المستوى والحفاظ جميل. عليه. وأنت تتحدث جميل، وأنت تتحدث عن قياس المستوى، إحنا ممكن يعني هنا بعض الصور الخاصة بأجهزة القياس لدى وليد. يعني هل هذه تعلمتم أنتم كيف تستخدمونها وكيف يعني يستخدمها وليد؟ هي بداية تشخيص وليد خلال 4 سنوات الأولى كنا نعتمد اعتماد كامل على الإبر الإنسولين فقط، ولكن الحمد لله يعني بجهود الأخوان مستشفى الملك فيصل التخصصي وعلى رأس الدكتور بسام استطعنا الحصول على مضخات الإنسولين المتقدمة التي تقوم بعمل اللي هو ضخ الإنسولين على احتياج حالة جميل. بعد الحصول على المضخة تطور العلم وأصبح يوجد اللي هو CGM، ما يعرف اسم الحساس اللي هو يراقب السكر ويشعر المضخة ويشعر الجهاز بالضخ في حالة الارتفاع جميل. وفي حالة الانخفاض يقوم بعمل البنكرياس الصناعي بحيث أنه يقوم بإيقاف الضخ في حالة لا سمح الله هبوط جميل. مستوى السكر. أبو وليد الله يجزاه خير ويعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. أريد منك فقط كلمة أمل، يعني وأنت ولي أمر لأطفال المصابين بالسكري، كلمة أمل توجهها لأولئك الآباء الذين تشخص لديهم طفل سكري، ماذا تقول لهم في يعني دقائق في دقيقة يسيرة؟ الله يعافيك. الحمد لله على قضائه وقدره وكل ما يأتي من الله خير. هذا أولا. السكري زي أي مرض ثاني يمكن التعايش معه ويمكن التغلب عليه من خلال الالتزام بالحمية وأخذ الإنسولين في الوقت المناسب والاستشارة الطبية وقصد المستشفيات في حالة الاستشارة أو المتابعة، المحافظة على الأنسولين، المحافظة جميل. على التغذية والرياضة. بارك الله فيك. نعم. واسمح لي دكتور نعم. يعني أوجه 3 رسائل. الأولى الابن وليد أشكره على تحمله وأشكره على التزامه. الرسالة الثانية الدكتور الرائع بسام بن عباس أشكره جزيل الشكر على ما يقدمه ويجعل الله في موازين حسناته. الرسالة الثالثة الوالدة وليد شكرا كل الشكر
اللي تحملت طول السنوات هذه، واللي هي كانت يعني السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى على وصول وليد للمراحل. وهناك رسالة رابعة منا هنا في الاستديو، رسالة شكر لك كوالد يعني مهتم حقيقة بابنه، ويعني قبلت بعرض التجربة على الهواء، فنحن نشكر لك يعني حقيقة هذه المدة.